رايحة بيت الجيران. الساعة 6 جاي اشغل الفرن قبل بساعة ونص او ساعتين عشان يكون حار الفرن. هذا يسموه صمون عراقي، يستخدموه خاصة وجبات الفطور والغداء مهم جدا. يسووا لفات يعني يعملوا سندويشات. على جنب حتى جنب ياكلوا خبز. مو بس عراقيين. هي تتكون من عدة طبقات. الفرن بالعراق يختلف عن هذا الفرن الموجود هنا. أولا بيشتغل على النفط. الحرارة تبع ذاك أعلى من هذا. أكبر. يخلوا رمل ويخلوا ملح ويخلوا ازاز وطبقه من طين حار يكون لكم على ضفاف النهار يكون. اهلا وسهلا بفاركم.